يا عبد الله. نعتذر منك، تفضلي. هلكتيني، روحي هلكتيني. بيبي بيبي، مثل ما فهمتك، ها شو ما سألك شو ما قلك، شو بيخطر عبالك أفلام مهمة أو مسلسلات إلا أنه أنت عاملة؟ لك حبيبتي، هذا منتج مو بيع بطاطا، يعني بيعرف كل شيء من أول ما نكذب عليه. طيب قل له أنه أنت غير الأعمال المهمة ما بتكتب، احكي يلي بدك يا، المهم أنك تورجيه أنك حدا كتير مهم، شغلة عظيمة، مشان إذا رحت وطلبت أجر عالي يوافق عليه. مو تتفالح وتفكر حالك كاتب لي شي مقالة ولا شي غنية. اوعك بيبي، هاد نص تلفزيوني ونحن ما صدقنا إمتى اجتنا هاي الفرصة، اوعك تضيعها. بتعرفي روحي شو عم فكر؟ تقول له أنك كاتب فيلم لهوليود؟ لا، شغلة كبيرة كتير أكثر من هيك. شو هي؟ عم فكر ضل أنا قاعد بالبيت وحضرة جنابك تروحي بدالي على المقابلة، ومنه ما بتضيعي الفرصة اللي جبتينا إياها وما بيروح عليك شيء. يا الله منك يا قصي، هلا لحتى حكيت، كيف بدي لحق ألبس وأعمل شعري ومكياجي؟ الله يصلحك. يلا اسمك أنت لابس، روح وعمل مثل ما قلت لك بالضبط. ها خلص، فهمت. بيبي بتتقي لحالك وبتطلب اجر كثير عالي، ها، وبس تخلص بتحاكيني. لا لاقول لك، انت بس وصل لهونيك افتح السبيكر، بدي اسمع كل شيء عم بيصير حكي. اوكي. لك شو بدي افتح سبيكر قدام الزلمه؟ بهديني انت، خلص باي. باي. الحمد لله يا رب، تشكر الله ان شاء الله بينباعوا وبتمشي هالبيعه باذن الله تعالى، وانتم اولاد حلال وبتستاهلوا كل خير، وانت بنت اصول، والبنت الاصيله هي اللي بتوقف مع جوزها. توشي قلبي، بتعرفي إذا ضبطت لك عندي أحلى حلوان بالعالم. ما بدي إلا سلامتكم وتكونوا مناح. توشي تفضلي لعندي. تعالي. لا يا حبيبتي، خليني فوت ارتاح ببيتي. يلا بالإذن يا قلبي. مع السلامة. القصة ما عرفتي ليش عم يتعيطوا؟ لا عرفت حبيبي. ايه؟ عرفت، جارك العزيز شاهدوا. ايه؟ بيع على مسلسله بالملايين، وعم يتدخل على مرته كيف بده يحطهم باسمها بالبنك، مو مثلك راتب قروش وبتخاف عليه. لطيف يا لطيف يا لطيف، شو الدنيا عزوز عزوز. ايه والله، ايه والله عزوز. ايه؟ مثلك انشحة. شو شلون؟ لا انا انشحة. ايه؟ الله يسامحك، الله يسامحك. ايه تستر علي الحلال، وانا معي مثله ملايين، ما كنت بحواكي من اساسه. أمي حط لي لقمة أكل، بدي أتعشى ميت من جوعي. لك يخرب بيت قلبك، شو ما فيك دم؟ عم قل لك ملايين ملايين وقلك نفس تتسمم. روح لف رشة زيت وزعتر وخلصنا بقى، خليني أعرف شو بدي أساوي. روح أحيط. هاين لف زيت وزعتر. بس بتعرفي حبيبتي، لازم هلا تديري بالك، لأنه الأمور رح تتغير. كيف يعني؟ لك شو كيف يعني؟ لازم تعرفي قديش قيمة العقد، وإمتى رح يقبض، وقديش بده يقبض. الرجال ما بتسلم هيك مبلغ. ايه بس قصي ما بيخبي علي شيء، كل شيء بصير معه بيجي بيقول لي اياه فورا. يا حرام يا رولا، يا حرام. شو مسكينه، ذكرتيني على فكره ببنت خالتي ليلاس. شو قصتها هي كمان؟ هي البنت حبيبتي كانت حالتها مثل حالتك، قام شو ربحت ورقه يا نصيب، قام بعتت جوزها لحتى يجيب لها اياها. عم حبيبتي ما رجع لا هو ولا الجائزة، وبعد يومين اتنين، ها يومين اتنين، بعت له ورقة طلاقة. يعني أنا أستغفر الله العظيم، ما بقصد إنه قصي ممكن يعمل معك هيك، بس حبيبتي الاحتياط واجب، يعني أنا يعني كونك رفيقتي من واجبي نبهي. يلا حبيبتي إن شاء الله ألف مبروك والتمام لخير، وبدنا حفلة مطنطنة، ها. إيه يلا بخاطرك. يا الله يا ريتني ما رديت عليها. لكان هيك الرجال بتركض الوحدة فينا لتأمن لهم مستقبلهم وشغلهم، وبس يشموا ريحة بعضهم شوي بكبونا. أم وسيم. مرسي. سيد قصي، على مؤاخذة، أنت مع مين شاغل قبل منا؟ الحقيقة يا أستاذ، يعني إذا الله وفقنا حيكون أول عمل درامي لإلي. طيب أنت بشو كاتب؟ يعني عن شو بتحب تكتب مثلا؟ أستاذ أنا بحب بكتب عن الواقع اللي عايشين فيه نحن، خلي التلفزيون يحط واقعنا. رجع الدقيت.
خلي التلفزيون يعكس واقعنا مثل ما هو، مو مثل ما الناس حابة تشوف. دخيل عينك، دخيل عينك معلاك. أخي اترك لنا رقم تليفون البيت والجوال والفيسبوك تبعك والتويتر والإنستغرام وكل هدول العبشكي. أساس كلهم موجودين بالسي في. شو ها؟ ما تواخذني، أنا بحب أمزح. لك وينك لهلأ وينك؟ ليه ما كنت عم ترد علي؟ لك بس طمني، وقعت العقد؟ لك رح يعقد شو؟ ايه لسه بيلحقت شو؟ ليش ما كنت عم ترد علي؟ لك شلون بدي رد عليكي؟ قاعد باجتماع عمل، امسك التليفون ورد، ما بصير عيب. طب كنت تفتح الخط وسمعني شو عم بصير حكي؟ ولا مخبص لك شي خبصه وما بدك يعني اسمها؟ طمني، حكيتي اللي قلت لك عليه؟ حكيتي اللي لازم احكيه. يعني امتى العقد والقبض؟ ليه قصي من هلأ؟ انا بدي اكون معك. يا روحي طولي بالك بس لحتى يوافقوا الجماعه. شو قصدك؟ ما عجبون كتاباتك وافكارك؟ ما بعرف، قال بيردوا لي خبر. امتى يعني؟ ما بعرف. خلص تصبح على خير. فايتتنا؟ لكن حبيبي هذا الشغل انت مو تعبان فيه، انا بس حطوني نحرق دمي وانت تنام لشوف النوم شو رح ينفعك. اول شيء بدي اشوف نظرته للصبايا شلون. بعدين بدي اياه يشوفهم مشان يعرف ينقي لهم ادوار مناسبه لهم. اوكي الحق معك، خلص مثل ما بدك. دخيل عينك، دخيل عينك. ولي حلو يستلطفوا البنات ويتركهم الشغل او يطلع نسوانجي ويطبقهم. ايه شو استفدت انا؟ هيك بخسر شغلي. وهذا اللي صار. لك هلا بتقليلي لك بنتي، لك انت قليلي من قبل، لك مشان اقدر علمك شو تعلميه يتصرف. لك بكره بكتب لك مسلسل مشرشح كلهم فقره ومنتوفين. لك انا بعطيه افكار عن الطبقات الراقيه والطبقات المخمليه. نحن بدنا المسلسل يمشي مو بس هون، بكل العالم العربي. ايه ماما الله يخليكي. بس هذا الحكي مو ببلاش، انا لي نسبتي من حق النص. حاضر ماما. انتبهي، ها انا عم بقول لك انا امك وبنصحك، اذا بتتركي بايده مصاري بيطلع على غيرك وبيتركك. معقول ماما؟ لك معقول ونص، ويمكن بدل ما يجيب لك المصاري يجيب لك ضرة. لك هذا جنس نمرود، ليكو على سير تشرف. أهلين مرت عمي، عم قول البيت منور. هلأ عود، خليني أعطيك الأفكار اللي بدك تكتبها وتعطيها للجماعة. اسمع، بدك ما توخذيني مرت عمي، أنا جماعة ناطريني ولازم روح على السريع، يعني يا دوب غير ثيابي وروح لعندهم، بقى بس ارجع بقعد هيك أنا وياكي يعني إلا ما أسمع منك كم فكرة، عن إذنك بنروح. ولك صدقتي إنه جنس نمرود؟ الله يصلحك، ليش ما قلتي لي من الأول؟ من هلا كبران راسه. الله يستر. لك والله أنا شايفه جماعة هذول الثلاثة ما بنعرف. بونش بس انت كيف شايفه مسيو؟ المهم انت دغيل عيونك انت. نيكو اجى الاستاذ قصي. يا حي الله، يا حي الله بالاستاذ قصي. يا حي الله، اهلا وسهلا. طمني عنا. مرحبا، كيفك؟ لا تواخذنا، عجقه كثير كان على الطريق. لا لا ولا يهمك مسيو قصي. المهم قل لي، جهزوا الملخصات؟ طبعا استاذ. قبل ما اخذهم بعيتك اعمل لك ناظور على النجمات الاعداد وراك. لك دخيل عينك وأحلاك، هدول نجمات العمل. باب معيتك نقينا شي ملخص من الملخصات، شي عمل هيك يكون أبو راتب مشان نشغلهم فيه. على عيني أستاذ. تفضل. معيتك بدنا ثلاث حلقات بأسرع وقت ممكن مشان نوقع العقود ونوال مصاري، ما شلون همتها؟ إن شاء الله أستاذ، إن شاء الله. هذا هو العشام، يلا بمعيتك لكان وأوام على الشغل. بالإذن أستاذ. لك دخيل عينك ما أحلاك، والله نظرتي ما بتخيب، مهلو بالنسوان والساحة خليت لي، يا رب لنقي نجمة مستقبل. لك إن شاء الله بتقبر عظامي. ولكن انتي
يعني انا كمان مرتك ولي حق فيك. لك يا عمري والله بعرف هذا الحكي. ها هاتي ايدك. ها موت عليكي انا، بس بكره بدي سلم الحلقات. رح تاخذني معك صح؟ اكيد. لا لا والله معك حق يا امي، فعلا جنس نمرود. لك يا خوفي يصير مثل ما قالت لي ام وسيم. لا وكمان امي قالت لي هيك. والله لا انبحك يا قصي واشرب من دمك اذا بتلعب علي. لك اصلا مو الحق عليك، الحق علي انا لاني جبت لك الشغل. اه لو بتقوم بس نص ساعه تكسر لك اللابتوب. واخيرا شرفت. وينه شبكي؟ ومين هاي؟ لا تجذب علي قصي، صار لك كم يوم مأهملني، لك حتى تطلعي ما عم تطلع فيني. انا ماني جذبه، انا بعرف كل شيء عم بيصير، انت عم تخوني. شو عم خونك؟ ما عم خوني، حاسه خبيص بقى، شو عم يصير معك انت؟ طبعا حبيبي، لكن هلا صرت كاتب ومشهور وموقع عقد وقابض من وراء ملايين، هلا صرت ما عاد انفعك، رحت دغري تدور على غيري. لا في غيري ولا قبلك ولا بعدك، اصلا لا عاد في مصاري ولا عاد في نص. ليش بقى؟ لانه المنتج صار عنده ظرف وسافر وما حدا بيعرف ايمتى راجع. يعني التغى المشروع؟ لا 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 لا، ان شاء الله الف مبروك حبيبي. جوزنا وطلبنا السترة، كان هدفي العيلة والعشرة، حبيتها من اول نظرة وصار المكتوب. جوزنا وهديت الحكاية أما